يفعل أسطورة الهجن الفريد الشبابي يأتي اليوم بسلالة الشباب ليأتي أحد المخضرمين العمالقة الكبار سالم بن سعيد بن حضير معلقا لهذا الشوط. شكرا للزميل نايف بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بث مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس الفضائية والقنوات المصاحبة لقناة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من أرضية ميدان المرموم من هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للثنايا الجعادين المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا 8 كيلومتر، جائزتنا للمركز الأول سيارة، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. تابعت ويانا شوط المحليات الابكار وشوط المهجنات، وكان المركز الأول من نصيب هجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. هنا نشوف شاهين على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. وفي المركز الثالث ثمين على المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي ناصي. على المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة مضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الخامس الشهم على المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز السادس شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. المركز السابع اللي على المركز السابع النايد لهجن الرياسة بقيادة مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الثامن شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. ننتقل إلى المركز التاسع، وفي المركز التاسع في هذه اللحظات صوغان لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة مضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. وفي المركز العاشر اللي على المركز العاشر في هذه اللحظات ترى مدد لهجن الرياسة بقيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي. هذه النتيجة. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. بنشوف اللي على المقدمة، بنشوف مقدمة هذا الشوط. يا سلام على شاهين لهجن العاصفة على المقدمة من الجانب البحري. يا سلام بقيادة المضمر غياث الهلالي يقود شاهين على مقدمة هذا الشوط مثل ما غاد الشاهينية في شوط المحليات وغاد الشاهينية في شوط المهجنات. هنا يقود شاهين في هذا الشوط، شوط الثنايا الجعادين المحليات الأصايل. ننتقل إلى المركز الثاني، ثمين على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر بالجمايل المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي الذي ظافر بتضميره مع هجن الرياسة مع هذا الشعار الحمر الذي يمر ويعبر. نشوف ناخذ اللي في المركز الثالث، شاهين على المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. ننتقل إلى المركز الرابع، الشهم على المركز
المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الخامس ناصي لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. يا ابو سعيد ناصي جداك محافي يا حلوين المشمة، ناصي للفوز، ناصي للسلامات، ناصي للسيارة، ناصي لخط النهاية. مع ناصي يتسلل من المركز الخامس إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز السادس شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز السابع، المركز السابع نشوف اللي على المركز السابع النايد لهجن الرياسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن نشوف امداد لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز العاشر اللي على المركز العاشر صوغان لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. مساء الخير، مساء الخير يا متابعين، مساء الخير يا متابعين هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا المساء. سن الثنايا تشاهدون هنا على شاشة التلفزيون عبر قناة دبي ريسنج بث مباشر وحي بقيادة الشعار الملكي، الشعار الملكي مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. ها هي امبراطورية هجن العاصفة تشاهدون على شاشة التلفزيون متسيدة قائمة هذا الشوط كما سيدت قائمة البكار المحليات والمهجنات. هنا تأتي مع هذا الشوط شوط الثنايا الجعادين المحليات وهي على المقدمة. والعصاب الأوطان يا غياث، مشكور يا غياث، جماهير هجن العاصفة يحيونك على هذا الأداء الذي تقدمه هجن العاصفة في هذا المساء. مساء الكبار، مساء الثنايا، ومحلى الرقص يا غياث في الفترة المسائية. يا السلام مع الكبار، وانت أحد الكبار. ها هو شاهين على مقدمة هذا الشوط مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على المقدمة. هنا الشعار الحمر مر وعبر على المركز الثاني أيضا مسجل حروف من ذهب. هذا الشعار الذي لا تغيب عنه الشمس في الدولة خارج الدولة، شعار هجن الرياسة على المركز الثاني في هذه اللحظات بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. يا ما سجل حروف مع من ذهب مع هذه المؤسسة، مؤسسة هجن الرياسة، مع السيوف، مع الخناجر، مع الأشدة، مع البنادق، مع الكاسات. ننتقل إلى المركز الثالث، ناصي على المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الرابع النايد وصل بقيادة العملاق، النايد لهجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من مدرسة المشاغبين، وهو أحد المشاغبين في هذا التضمير وفي هذا المجال، مجال سباقات الهجن. المركز الخامس، المركز الخامس الشام لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. نرجع إلى شاهين، أنا عد المراكز وشاهين يطير ويحلق على أجواء ميدان المرموم، يغرد خارج السرب، يعزف يعزف على مقدمة هذا الشوط. وتلاقينا الليلة مع شاهين مع هذا العرض، ومثل ما قال الشاعر تلاقينا مع صدفة
ويا ما احلى الصدف ويا رحب وذنا بالترحيب. ها هو شاهين يرحب بالجميع، يرحب بالضيوف، يرحب بالقادمين في هذا المهرجان، مهرجان فزاع. ها هو شاهين يغادر الكيلو الاخير بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. هجن الرياسة غادمة ايضا، غادمة غدوم غوي، غادمة مع ثمين بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. النايد ايضا غادم لهجن الرياسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نرجع الى شاهين، شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياذ الهلالي. غياذ وهو غياذ، غياذ مع شاهين، مع الشعار الملكي، مع امبراطورية هجن العاصفة. الهاتريك في هذا المساء لهذه الامبراطورية، امبراطورية هجن العاصفة. مو بغريب عليها هذا الأداء، عودتنا، عودت جماهيرها، عودت محبينها تنتزع المركز الأول أينما تذهب، أينما ترحل في الدولة خارج الدولة. سلام يا فزاع، سلام يا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على حصول هجنك المراكز الأولية، الهاتريك في هذا المساء لهجن العاصفة. سلام يا غياث، سلام يا جماهير هجن العاصفة. المركز الثاني ثمين لهجن الرياسة، المركز الثالث النايد لهجن الرياسة، المركز الرابع شاهين لهجن العاصفة، المركز الخامس ناصي لهجن الرياسة. هذه النتيجة. شفتوا يا مشاهدين، يا أعزاء، يا مشاهدات، شفتوا الأداء الذي تقدمه هذه الامبراطورية، امبراطورية هجن العاصفة بهذا الأداء الحلو الجميل في هذا المساء، الحلو الجميل في هذه الرياضة الحلوة الجميلة. ها هو شاهين 12 دقيقة 26 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر غياث الهلالي. مشكور يا غياث، مشكور لك، سلامات من متابعين هجن العاصفة وجماهير ومحبين العاصفة الذي وصل في المركز الثاني ثمين قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدر 12 دقيقة 30 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي، والذي وصل في المركز الثالث النايد على المركز الثالث في زمن وغدر 12 دقيقة 30 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا اليوم المتميز. تهانينا ونمو.